مروان، لا أغا كمال عزمنا لعنده على الغداء، ومو حلوة إذا ما رحنا. طيب خبروه أنه نحن جايين. ماشي سحر، خبري الأغا كمال وقلي له أنه نحن حابين نزوره. قلي له القيادة جاي شان يستقبلنا منيح، وما تنسي تعطيه المكتوب كمان. خلص المكتوب معي. منيح، يلا روحي عجلي شوي. حاتم دير بالك أنت والشباب على الطريق. حاضر سيدي. شو بدكم من عيلتي وأهلي؟ يا ويلك إذا حاولت تعمل لهم أي شيء. لك جواد شو قصتك؟ خلص هدي حالك بقى، ليش على طول معصب؟ مين قال لك رح نعمل لهم شيء؟ رح ناكل لقمتين ونرجع. ولا لا تكون بخيل، إذا قربت على حدا منهم رح أقتلكم كلياتكم. خلاص أحسن لك، هذا مو شغلك. سمعان سيفو دير بالك منيح لبينما نرجع. خلص سيدي بأمرك. يلا سيفو، مثل ما قلت لك خلي عيونكم مفتحة على الطريق، وإذا صار شي بتخبرني. خليك هون، لا تخليه يغيب عن عينك. خلص حبيبي خلص. لا تبكي حبيبي. عرفتي كيف رح تعطي الأدوية ما؟ ايه دكتور فهمت عليك. إن شاء الله بصير أحسن. تعا تعا تيتي تعا. خلص حبيبي خلص، لا تبكي خلص. يعني ستك تعا حبيبي تعا، تقبرني إن شاء الله يا عيوني أنت. خلص خلص لا تبكي، إن شاء الله رح يتحسن. لك تقبرني إن شاء الله، عم تفهم على ستك. لا تبكي حبيبي يا عمري. كمال أغا أنا رح أجي كل يوم وشوف كيف صار. الله يرضى عليك ويحميك يا ابني. إيه الغدا صار جاهز، تفضل كل معنا لقمة. خدي له جوا ولا تخلي نرمين مو بينا يا أغا، ولازم روح شوف شو صار. قلي ابني فيني ساعدك بشي؟ لا يا أغا يسلموا. لا تروح لحالك، رح أبعت حدا من الشباب معك. يا بالباب عم يندق. يلا يلا منيح نزلت الحرارة، رح أشوف مين. جبت لك مكتوب من ابنك يا آغا. ابني؟ هو اللي كتبه؟ طبعاً هو يا آغا، شوفه بخط إيده، ووصاني سلم عليكم. كمال آغا بعيد رجالك عن الباب، بدي أحكي معك كم كلمة. القائد مروان وزيدان عم يستنوا برا، حابين يجوا يزوروك. شو يا آغا؟ ما رح تستقبلون؟ أهلا وسهلا بالضيوف، خليون يتفضلوا. خبر رجالك خليون يمشوا. وين رحتي بالأسلحة والمتفجرات ها؟ نزلوها. تأمر. شوي أنا كمان عنيد مثلك. لا لا Thank you.
سحار، عادي كملي أكلك، عادي. طالما ابنك صار واحد من التنظيم معناها لازم ينتهي الخلاف اللي بيناتنا يا آغا. بدنا الكل يعرف من هلأ ورايح نحن والآغا كمال صرنا أحباب وصحبة. والله الأكل طيب، يعطيك العافية يا آغا. يسلموا لك مروان. نحن لازم نعزم الآغا على المعسكر شي يوم. وشو بدنا نضيفه نحنا؟ ما عنا هيك أكلات طيبة. نحنا رح نضيفه شاي، هاي الضيافة الوحيدة عنا، يعني ما عنا غيرها. صح وغلا شوف. هاي رح ضل أقطع لحتى تعترف وتدليني على أسلحة. خلاص خلاص عدنان، رح أحكي. وين خبيتيهم؟ خبيتهم بالزريبة ورا شوالات العلف. هذا الأصبح لأنك تنحتي وضيعتي وقتي. عن جد لا بقلك تجلي الجليات ها؟ اتمسخر على حالك، ما أنت تاجر غنم. على أساس تفهم بالتجارة كتير. قل لك شغلة بصراحة، أنا مليت من هالدور كتير، بدي أرجع مثل الأول، يعني نرجع سوا مثل ما كنا. بس تخلص المهمة لوين بدك تاخدني؟ وأنا مليت، راح أخدك وين ما بدي، باريس، فيينا، روما، شو رأيك نروح على روما؟ لحظة. أيمن؟ والله حرام اللي عم تساويه بحالك، صدقني أنا زعلانة عليك، أنت عملت اللي عليك وحكيت لها كل شي، بس هي لساتها ما عندي وما عم ترد، قلت لها ما بيناتنا شي ومع هيك ما عم تقبل ترجع، ليش يعني؟ والله ما بعرف. اسمعني أنا حابة أقول لك شغلة، بس ما تفهمني غلط، طالما هي مرتاحة هيك معناها ما عادت تحبك مثل الأول وعم تتحجج فيني أنا،